البنت لها حقوق كتيرة، لها أكتر من 100 حق على الرجل. المرأة في الإسلام لها أكتر من 100 حق على الرجل. من حقها بصوا إن أهلها يفرحوا بيها أول ما تتولد، واختاروا لها اسم حسن واسم جميل، ما يحزنوش إن هم رزقوا ببنت وجهه مسترد وجهه وهو قذيف أبدا. لا ده أنت مؤنسات غنيات ولا تكرهوا البنات. كل ده من حق المرأة في الإسلام، حسن تربيتها ورعايتها والترفيه والتعبير عن رأيها. وقولي رأيك، موافقة على العريس أهلا ومش موافقة أنت اللي ليك حق الرفض وحق كده. الكلام ده زمان ما كانش موجود، كانت تباع المرأة كسقط متاع للرجل هنا وهنا وكان لا يفهم. فاحنا لازم نبقى فاهمين الأمر ده. من حق المرأة إنها تلعب وحق اللعب، وهي كده حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة عائشة لما ذكرت عليا وهي تلعب بحصنة لها أجنحة، فلما هذا يا عائشة تلعب بعرايس من الدومة تيجي استفصال وتعمله حراس وأجنحة وحصان له أجنحة. قالت هذا حصان سليمان، ألم تعلم أن أحصنة سليمان كان لها أجنحة؟ صلى والسلام ولم يمنحها، وكان يجيب صحيحباتها يلعبوا معاها ويراعي حقها في اللعب والترفيه والخروج، وكان يخرج معاها كل ليلة في المساء في ضي القمر لما يجي القمر كده يمشي وياخدها بالليل. الأصل في الأمر ده من حقها إنها تلعب، من حقها للمرأة اللي لا تفرق بينها وبين أخواتها الذكور، من حقها إنها لا تفرق بينها وبين أخواتها الذكور، لا في العطية ولا في توزيع المسؤولية. حديث رمان بن بشر، ارجعوا لأصل الحديث. من حقها إنك تحرص على مصلحتها وعلى حمايتها أنت كراجل، ده من حقها. من حقها إنها تزوج من هو كفء لها، ولا تعضل في الزواج وما تعضلهاش إنها تتزوج ولا تبجنها إنها تتزوج غيره. من حقها رؤية الخاطب والحوار معاه والكتابة شروطها هي إيه، تقول شروطها دلوقتي في عقد الزواج ده ما كانش موجود قبل كده. من حقها الحصول على المهر والتصرف منها لأن لها ذمة مالية منفصلة. من حقها إن يعاملها زوجها باحترام ولا يناديها باسم تكرهه أبدا، يقول لها كده. ونعرف واحده اللي بينادوها معرفش ايه، يا بفيزه ولا يا رتيبه ولا مش عارفه، لا تنادى باسم هي تحبه. من حقها انه يشاور. النبي صلى الله عليه وسلم غير كذا اسم بريره، وغير كذا اسم من الاسماء الى ما هو افضل والى ما هو احسن. من حقها انها تشاور وزوجها يشاورها في شؤون الاسره وفي شؤون المعيشه وما ينفردش برايه. لا اصل الجهل، لا اصل ما تعرفيش، اصل انت اخرك المطبخ، اصل لا. ودي قصه سيده ام سلمة خد رأيها في أمر من أمور الأمة، في أمر من أمور الأمة، وقال لها لأم سلمة ماذا أهلك القوم؟ قالت له روح واذبح واكل واحلق وهم هيعملوا ده. بسبب رأيها نجت الأمة من عقاب، لأنهم مش راضيين يسمعوا كلام النبي. شق مش عشان ما يسمعوش كلام النبي، لكن شق على أنفسهم الرجوع. لما المرأة لها السيدة أسماء بنت يزيد الأنصارية لما راحت للنبي تخاطب خطيبة النساء وقالوا أترون امرأة أفقه منك؟ شفت امرأة تفضل بهذا بكلامها وبحصافتها وبذكائها؟ قال والله ما علمنا إن النساء طلع عمرهم كده. ولكن قال لها اذهبي واعلمي من بعدك حسن تباعد احداكن لزوجها يعدل ذلك كله. لما سالته يا رسول الله للرجال منك الجمع والجماعات والجهاد، واحنا ايه النساء لنا ايه؟ فجعل لهم النبي يوم الاثنين لدرس النساء، وقال لها اذهبي واعلمي من خلفك ان حسن تباعد احداكن لزوجها يعدل ذلك كله. من حقها ان زوجها ما يخشش عليها البيت الا لما يستاذن. حديث جابر بن عبد الله لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا نؤخر الجيش حتى تمشط المراه اللي مش شرط تعد وتعد لك النمارك يا عبد الله، جابر بن عبد الله. قال والله ما عندنا نمارك يا رسول الله. كان فقير سيدنا جابر بن عبد الله، ولكن استاذن ما تخشش البيت عليها كده. فجاه لا تخبط عليها وتستاذن، تستاذن قبل ما تدخل حتى تستعد لك الزوجه. من حقها ان يكف عنها الاذى وما يغيبش عنها مده طويله. حديث لما سأل سيدنا عمر بن الخطاب وهو ماشي يتفقد الرعية، فسمع صوت امرأة تشتكي هجران زوجها وتقول لولا خوف من الله وهكذا. فراح السيدة حفصة بنته وقال لها يا حفصة كم تستطيع المرأة انها تصبر على بعد زوجها؟ قالت 6 أشهر. فبقى ينزل الجند كل 4 أشهر، قال مش هستنى لما اجيب اخرها 6 أشهر. فالاصل ما يبعدش عنها كل 4 شهور او كل 6 شهور. من حقها ان ينفق عليها مثل مسيلتها في المكان، ويوفر لها مسكن مناسب ليها، ولها حق الطعام والشراب والكسوه
والمسكن من حقها انه يعالجها ويحميها ويساعد. يقول لك لا ما هو في الدين ما فيش كده. ما هو برضه ما هو انت زي ما هتحط حق الفرد هي كمان ما لهاش انها تخدمك. فالامور في بيننا ما بتبقاش ليا وماليش، بيبقى بالفضل من حقوق كتيره جدا في المعاشره، في الجماع، في الولاده، في الحضانه، في الحضانه، في الرضاعه ذات نفسها، في الطلاق، في الامومه، في الميراث، كل دوت من 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 الاسلام كفل للمراه. فما تجيش انت بقى تقول ايه لا ده حصل ان للمراه ما فيش. كل الكلام ده من حقوق المراه في الاسلام، وازاي كرم الاسلام المراه وازاي اعلى مكانتها. جاهليه العصر بقى زي ما بدفع ادفعي انزلي اشتغلي مش عارفه من ضمن الحاجات يطلعك بره اطار. ما هو انت عشان تشتغلي في مكان خلع حجابك او يجبرك لا هتاكلي مش عارفه ايه واللي فيه من المحرمات. انا عايزه اقول لكم ان معظم دول الغرب هنا لو ما فيش باي مطعم او ريستوران مثلا حلال، ماركه حلال يقاضى. لو واحد دخل وقال له انا عندي اكل حلال للمسلمين وهو ما عندوش المهر، المهر يعني ايه بالعربي؟ اللي هو يعني عقد مثلا مع الدوله، ما عندوش الدستور ده او القانون دوت، يحاكم ويغلق المكان. فطبعا كل الكلام ده يجي يقول لك لا ده انا هعلمك في الغرب، ادي حجابها بيشتغلوا عليه. بصوا من ضمن القوانين بلاد تمنع الحجاب في بلادها، بلاد تمنع الام، اسمعوا يا مسلمات، تمنع الام من انها توصل بنتها لمكان المدرسه علشان هي محجبه، عشان هي محجبه. شوف ازاي الكلام ده بيصوت المراه على جنب، والنديه والنسويه، واسمعي زوجك لما يقول لك معرفش ايه ما تسمعيش الكلام، ما انتش كرسي وكذا وكذا. وعملوا ان تبقى في نديه ومعانده ما بين الرجل والمراه في قلب البيت، حتى فقدت المراه انوثتها، فقدت المراه حياتها، فقدت المراه حتى اقل قليل بقت اسمها المراه اللي تقول لك ده هو زوج التكال. انت ليه بتاخدي الاتكال؟ ده عيب في الشخص اللي انت اخترتيه، مش عيب في الدين ولا في الاسلام. احنا لو رجعنا لاصول الدين والاسلام برضه في شبهه من ضمن الشبهات اللي يقول لك ايه؟ طيب ما هو انتوا بتقولوا لنا والرجاله ما بيعملوش. طب ما هل هو علشان هو ما بيعملش فاحنا نطلع بره اطار قال الله قال رسول الله؟ غلط. هو غلط وهو يحاسب. هو تاني يا شبنات ويا نساء، هو مقصر، هو غلط، هو يحاسب. وانت من البدايه احرصي انك تاخدي التقي النقي صاحب المرجعيه الاسلاميه، صاحب المرجعيه الربانيه. لما نقول لله عز وجل قول حاضر سمع الله.